فاحنا كنا بنتكلم على ان الناتو رفض شكلا ومضمونا، والاتحاد الاوروبي رفض نفس القصه، ان هم يعملوا عمليه اغلاق للاجواء الاوروبيه عشان ما يكونش حرب مباشره مع روسيا. الحل الوسط اللي بعد ترجي الرئيس الاوكراني للكونجرس الامريكي هو ان اقناع بولندا او الموافقه موافقه الولايات المتحده الامريكيه على ان بولندا تتبرع بمقاتلاتها القديمه من ترازميج لاوكرانيا، واوكرانيا تقوم باستخدام هذه المقاتلات لحمايه اجواءها بنفسها، والولايات المتحده فيما بعد هتعوض بولندا بطائرات اكثر تطورا وتحديثا وما الى ذلك. نعم. ولكن يعني بعد هذا الحل الوسط اللي وصلوا له، لقوا ان الازمه الحقيقيه مش بس في ان بولندا تتبرع بطائراتها ولا تتبرع، ولكن الحل كيف يمكن ان تصل هذه الطائرات الى داخل اوكرانيا. الامر شبه مستحيل وصول هذه الطائرات، لان روسيا مسيطره على الارض وفي الجو، وبالتالي الطائرات يعني مش يعني هتبقى محتاجه طائره سخف عشان تخش جوه اوكرانيا. فبالتالي الامر برضه شديد التعقيد. عشان كده تسربت بعض المعلومات ان بسبب صعوبه هذا الموضوع وسبب صعوبه الموقف عسكريا، يقال ان هناك خطه لا يعلمها الا الرئيس الامريكي والنخبه العسكريه في الولايات المتحده تشكيل حكومة المنفى وإخراج الرئيس الأوكراني إذا سقطت كييف، وأن يخرج إلى إحدى الدول الأوروبية، وغالبا ستكون بريطانيا، لتشكيل حكومة في المنفى في الخارج. دي معلومة بريطانيا ولا بولندا؟ كان الكلام على بولندا، هل دلوقتي بقت بريطانيا؟ أتصور أن ستكون في بريطانيا. ولكن يعني خلينا برضو نقول أن المعلومات المسربة حوالين كيفية إخراج الرئيس الأوكراني ده يعني أن هناك قوات أمريكية على الأرض يعني، لأن هي اللي هتنفذ هذه المارين. لا، ده مش الرئيس بس، ده الرئيس والحكومة بالكامل، الرئيس والحكومة أو على الأقل أفراد من الحكومة، ربما مش كل الحكومة على قدر الإمكان. ولكن هل يعني ذلك أن هناك مثلا قوات أمريكية موجودة على الأراضي الأوكرانية، أم أن الخطة نفذت بالفعل وسيتم الإعلان أنها ستنفذ، أو سيتم الإعلان أنها نفذت فيما بعد إذا سقطت كييف؟ يعني برضو دي شوية يعني علامات استفهام كثيرة في النقطة ديت. ولكن في جميع الحالات مجدي، لا، اللجوء او الحديث حوالين هذه النقطة وحكومة منفى يتم الاعتراف بها طبقا للامريكان والاوروبيين، طبعا هم يعترفوا على طول وبالتالي يعملوا ضغوط على العالم بالكامل عشان يتم هذا الاعتراف، ده معناه ان هم شايفين ان الرئيس الروسي داخل حتى النهاية، وبالتالي الاستيلاء على اوكرانيا مش على كييف. يعني الـ 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 الواضح ان الحرب ليست فقط بالوصول الى كييف، يعني من الواضح ان الرئيس الروسي حتى من البيان اللي خرج من الإليزي النهارده بعد 100 دقيقه ما بين الرئيس الروسي، الواضح ان الشروط الموضوعه من الرئيس الروسي بوقف الحرب هي شروط تعني اما ان تنفذ الشروط او ستسقط اوكرانيا بالكامل. يعني ده الكلام اللي على الاقل انا فهمته من اللغه ومن ما خرج من الإليزي، ما بتكلمش كمان على البيان اللي خرج من روسيا، انا بتكلم على البيان اللي خرج من الإليزي ووزع على جميع الصحفيين في الاتحاد الاوروبي بصفه فرنسا رئيس الاتحاد الاوروبي. الكلام واضح ان ما صار في خلال 100 دقيقه ما بين الرئيسين ان الرئيس الروسي اما ان يحصل على كل طلباته او ان اوكرانيا ستسقط بالكامل وانه لن يتوقف. هيحصل عليها اما هيحصل عليها الدبلوماسيه او بالحرب زي ما اتقال. يعني حتى هذه الجملة تحديدا، إما أن أحصل على ما أردت بالدبلوماسية أو بالحرب، هذه الجملة بهذا الأسلوب ذكرت في بيان الإليزي الذي صدر اليوم. نعم.